الشخصية الثالثة سنوبول. طبعا سنوبول هي از ا جود ليدر، ليدر جيد، بريليانت، ذكي، بريف، شجاع، فول اوف بروجكتس، يعني مليء بالمشاريع. هذا سنوبول شخص يعني اجلكم الله حيوان، طبعا من الخنازير ايضا، من الحيوانات اللي كانت ذكية جدا ومليء بالمشاريع، ذكي شجاع، وكان دائما يعني يحاول يعني ينجز فد شيء، مشروع جديد. طبعا شوف يعني هنا منه راح يدي تبدي المشاكل بالحيوانات، ويبدون الاعداء وتبدي الاحداث تتصاعد. زين طبعا اغلب الحيوانات من شافت اداء سنوبول، شلون سنوبول طبعا اداء كلش راقي ذكي، يعرف ينجز اعمال جديده، يعرف يتعامل، يعني خلينا نقول ماهر ومحبوب. زين شنو اللي صار؟ سنوبول بالحقيقه من حبته الناس، هنا تدخل حيوان اخر هو نابليون. نابليون تدخل، شاف انه هذا الشخص، كل هذا الحيوان كلش محبوب والحيوانات تحبه، فقرر انه ينتقم من عنده، او قرر انه يبعده، فبدا يطلع اشاعات عليه وكذا. واكو شغله اخرى، انه نابليون مثل ما ذكرنا شخصيته قويه، قدر يكون له مجموعه كلاب مثل الحمايه له، يعني خلى مجموعه من الحيوانات الكلاب حمايته وجيش عنده. هذه الحيوانات بدت يعني تحارب سنوبول وطردته، ويعني حاربوه، وبدأوا يطلعون عليه إشاعات حتى يحاربونه. ليش يحاربه طبعا سنوبول؟ هل أنه شيء إيجابي سلبي؟ لا مو سلبي، هو إيجابي، ولكن المشكلة أنه نابليون كان يضوج من عنده، كان يكرهه، لأنه يريد هو يصير القائد، وهو يريد يكون الشخصية الأولى حتى يحصل على أموال، حتى يحصل على سلطة وإلى آخره. إذن سنوبول تمت محاربته، يعني he is a good animal, he is a good pigs, good leader، قائد جيد، ولكن تمت محاربته من قبل نابليون اللي بسبب المنصب. سنوبول ما كان يفكر بالمنصب وكذا وهذه السوالف، يعني كان فعلا مصدق بالموضوع انه خلاص احنا تخلصنا من البشر، وقدرنا راح نسيطر على المزرعة مالتنا، ونقدر نعيش بسلام وبأمان وبأمن. فكان يعتقد كل ظنه انه خلاص الامور جيدة، ولكن بالحقيقة كان نابليون وبعض الخنازير الاخرى كانت لا تفكر الا في يعني السلطة وفي الاكل والشرب وكذا والمشروب والى اخره. طبعا الاحداث خيالية بس حلوة وممتعة وقريبة على الواقع، يعني قريبة على الواقع. لنا تحدثنا عن سنوبول، ان شاء الله بهذه الفيديو راح نتحدث، لهنا انتهى هذا الفيديو، بالفيديو القادم ان شاء الله راح نتحدث عن شخصية اخرى.